او اقول اول مشكله وصلت لنا. هي بتقول مشكلتي مع ماما عمرها ما قربت مني ولا صاحبتني، ودايما بتحبطني وتحسسني من كلامها اني اسوأ بنت في الدنيا، ودايما تقولي انت عمرك ما هيتصلح حالك وهتفضلي كده، وكلام اوحش من كده بكتير، دايما تتكلم عني وحش قدام العيله كلها، وعيلتي كلها مش بتطقني من كتر كلام امي عني، ومن كتر كلامها قلت طيب ما انا كده كده وحشه خلاص اتصرف بقى براحتي، وعملت حاجات غلط كتير، وكل يوم بالليل اعيط من الندم واقول انا بعمل كده ليه، انا كده بنتقم من نفسي مش منها، وانا نفسي ابقى كويسه، نفسي ماما تحضني وتحبني، وتجيلي كتير جدا من اللحظات بحس فيها ان الحل اني انهي حياتي خالص. طبعا دي اول مشكله موجوده معانا، ومشكله يمكن تكون موجودة في بيوت كتير وأسر كتير جدا، والمفهوم الغلط عند أسر كتير سواء عند الأب أو الأم إني لا ما احضنش ولادي، لا ما دلعهمش، لا ما قربش منهم، أصل الدلع بيبوظ. خلوني أبدأ بالسؤال ده ضمن أسئلة كتير هنطرحها إن شاء الله مع الدكتورة رحاب الفقي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله هنكون في انتظار أسئلة حضراتكم. دكتور أهلا بيكي أهلا ومنوراني. بيكي، شكرا. يعني بنسمعها كتير، بيجي لنا مكالمات كتير جدا ان الولد او البنت نفسهم بس في لحظة حنان تضمهم بالاب او بالام. رأي حضرتك ايه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فغالبا يعني هناخد الجنبين الام والبنت او البيرنتس يعني الوالدين والاطفال. عادة الام بتبقى متعودة ومتربية على ان هي بتحضن وبتقدم العاطفه، عارفه ان ده جزء من التربيه، ان انا ما احرمش ابني من الحضن ومن الحب، ان انا اعرفه دايما اقول له انا بحبك مهما كانت الظروف، مهما كنت قد ايه انت بتغلط. من الكسرة حضرتك حكيتيها اول مشكله، ده تقريبا الام مش شايفه بنتها وما عندهاش العاطفه للدلع، ما اعرفش هي بتعمل كده مع اخواتها ولا بتعمل معاها هي بشخصها. ده ما يمنعش خالص ان الام غلطانه في فكره ان هي بتنتقدها بشكل حاد جدا قدام الاسره وقدام معارفها، ولكن البنت دي سنها كام؟ ده برضو فارق معانا ما جدا. قالتش اي تفاصيل تانية. فكره الانتحار للاسف الميديا وصلت فكره الانتحار ان هو سهل، حل ان وسهل، هي ان هو الحل. وان المجتمع بيطبطب على اللي بينتحر، ده كلام مش مظبوط تماما، لانه ما ينفعش نقول على الانتحار ان ده حل وان احنا يصعب علينا، لا خالص. حضرتك لازم توعي تماما ان ده قبل اي حاجه هو حرام، انت بتفقدي اخرتك قبل اي حاجه، ثانيا مش حل، انت ما حلتيش حاجه منك، انت بتنهي حياتك. فالبنت عليها انها تدور على مصدر حلال، يعني بمعنى انها تدور على خاله، على عمه، على صاحبه، على جاره، ان هي تحاول مشكلة تصاحبها. ان هي قالت ايه، هي ذكرت ايه، قالت لك حتى اسرتي وعيلتي مش طايقيني من كتر كلامها ما هو عني. مش معقول هيبقى كل العيله موافقه الام، اكيد خاله بتحن عندها حتتها شويه، لا البنت اكيد مظلومه. وهي كمان بتوصل ايه، هل سلوكياتها في العيله بتاكد كلام الام ولا لا؟ عاده الام بتبقى انتقاديه علشان هي عايزه بنتها تبقى احسن، خلي بالك برضو ده بس هي اسلوب ممكن سلوك، تبقى مش عارفة الاسلوب الصح. مش عارف الاسلوب الصح، اللي هو لما انا اقول لابني انت وحش جدا انت اصلا فاشل، هي فاكره ده كاسلوب تربيه ان هي كده بتشجعه ان هو يتحسن، بالعكس طبعا بتيجي بعائد سلبي جدا، بس ممكن تكون الام قصدها كده، قصدها ان هي تخليها احسن، بس البنت بطبيعه شخصيتها مش قابله للطريقه دي، فعليها ان هي تركز في مستقبلها، وان هي عملت حاجات غلط وبتندم، ده طبعا احساس طبيعي وده حاجه صحيه ان هي بتندم على الغلط اللي عملته، بس ده برضو مش حل. فتدور على صديقه، على جاره، على خاله، على عمه، على طرف تقدر يعوضها في فكره الحنان، وبرده ما جابش سيره الاب، يعني الاب دوره ما فين؟ ذكرتش اي حاجه ولا اخوات الاب ولا اي لازم حاجه، كده، هي ولازم مركزه على جزئيه معينه، هي ركزت على بس وجود الام وان هي بتشوه صورتها قدام العيله. المشكله اللي موجوده في حياتها. فهي عليها ان هي توصل للناس اللي حواليها ان هي مش كده، بتصرفاتها، بسلوكياتها، بكلامها، بتعاملاتها مع الناس، لدرجه ان ممكن حد يرد على الام لا احنا ما شفناش منها كده، انت ظالماها. فتبدا الام تاخد بالها انه لا انا كده ظالمه بنتي او الطريقه دي مش صح. تدور على وسيط يكلم مامتها يقول لها ما ينفعش الطريقه دي. البنت كمان عليها انها تركز بقى في مستقبلها، ايا كان هناخد ان القصه دي تقريبا البنت واعيه بدرجه كفايه جامعيه مثلا، فلا انت ارسمي حياتك ودوري وربنا هيعوضك ان شاء الله قدام بحاجه احسن. Watch it.